ريت كنت رزة فرحان بيك برشا و... هذاك ربي يفضلهولك يا لله عشير عمري قصة حب لا هو كان يحبني وانا ما نحبوش تاكي 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 رومبا عمك الممثل الكبير نبيل نهدي اكتشف صدفة اللي انت تمثل في المسرح البلدي بدوس العاص ايه؟ العرس العرس سعيد مالا طلق زغرتولي على العروس زغريتها زغريتها انا ناخذ من عند عرفي صليح بوطحص ناخذ في 10,000 في زمعتي ريتي عملت دي بارودي في يوم سياسيين صار لك خلق بصراحة تحكي معايا برجولي قلقوك وشكون اللي قلقك؟ عم تعدى لي يعني مكان الله نكتب ونغني بيت ونسبح في الحيوان مايا مرحبا بيك مرة أخرى لله شيخ ويلك جديدك كوفر ديكابوتابل ديكابوتابل تاكي تاكي أيوة عبطت لو 15 جوان 2019 فكا الحمد لله وعمل تقريبا 1.5 مليون مشاهدة بارك الله كمان شو هو اللي رجعك الكفر؟ انا ما قلتش باش نقص على الكفر ما كانت الكفر معناتها عملناه ونخرج في افريل أي؟ من افريل لتوا ما لقيت حتى فرصه نتاع كفر مزيان نتاع ماتشا بخاطر ما نحبش نعمل نعاود غنيه بركه تعاود غنيه بركه فوالا انا ديما كي نعاود غنيه اوكسيدونتال وغنيه جزائريه غنيه اوكسيدونتال غنيه تونسيه اللي انا ما جربتش يعني قادت في مخك تاكي تاكي حتى جات والله اخزر لي الفكره ماهيش فكرتي انا جو مسي ادريسي للحمدي المهيري نتعامل معاه نوجه له التحيه قلت له توا وقيت كافر قال لي وي دونك مشيت للاستوديو قلت له شنو باش نعملوا كانت فكره عندي غنيه اخرى مانيش سماها خاطر هذيك باش نعملها ديجا دونك قال لي ماهوش وقتها ماهيش تعصيف سي ان بو سنتيمونتال وكل قال لي اش قولك في ديكابوتابل قلت له اي والله بيا ما شنو باش نجي معاها وما شاء الله عليه بالوقت قال لي حطينا اليوتيوب قعدنا نلوج وكي عرضتنا تاكي تاكي حتى لقى الوصفه السحريه ما شاء الله عليه يلا نسمع بعد نكملوا الحوار عيش كفر ديكابوتابل يلا تاكي تاكي Que noche, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, rumba. Oh, hey, oh.
noche. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Maya. يعطيك الصحة مايا. عايشك ميرسي. مشيت لزوز غنيات ناجحين مايا، تاكي تاكي عاملة مليار ونص مشاهدة، ديكابوتابل عاملة 270 مليون. بربي توضيح علي، اون فيت فما أقلية صغيرة. أي. كل ما نعمل كفر أقلية صغيرة هي خاطر ديما في أي حاجة مشكلة شاور الفنان قبل ما تخرج أغنية وجيب الجديد ودا شنو. باش نقول حاجة، راهو النوسيون تاع حاجة اسمها كافر اللي هي بالتونسي احنا في لغتنا قبل ما يتخرج اللي هي غبخيز. الفنانين نتاعنا التوانسة ولا المصريين يغني لك أم كلثوم يخرجها نجم يحطها في كاسيت ولا في سي دي ولا لا 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 ولا في التوانسة زادة نحن نغنيو معناها عادي إذا كي تعاود أغنية. أنا كي عاودت أغنية تاكي تاكي وأغنية ديكابو دابل نتاع زهير من غير ما شاورته أوكي، أما أنا في ديسكي كي كتبت كافر ومولاها جاني عشان يوتيوب نتاعي معناها مش انا نتاعو قال لي برافو مايا بون كوراج بارطاجيها، معناها نحب نفسر لكم راهو معناها مش معناها انا سرقتها، راهو هذيك تسمى غنيه عجبتني عودتها، واي فنان من حقه كي تعجبه حاجه يعودها. بالضبط. دونك قلنا مليار ونص تاكي تاكي و270 مليون ديكابوتابل. وي. قوه المشاهدات هي السبب في اختيارك لغنيه الزوز سانسيرمون، وقوة شعبية الأغنيات زايدة. نجم تكون نجم تكون الأغنية عندها قوة، توا برشا حاجات على اليوتيوب عندها نسب مشاهدة كبيرة والأغنية مش ناجحة والفنان ماهوش ناجح. أما كي تكون الكومبينيزون ما بين نسبة المشاهدة والنجاح وقتها يتيح عليها الاختيار. الكافر في العالم الكل يعملها فنان في بدايته باش يربح بها الجمهور ويتعرف. وي. أنت شنو ناقصك؟ والله علاش قلت لي هكا؟ فما إنسان ساعة عملت علاش مكملة في الكافر أصلا؟ نحب لي كافر ومانيش باش نقص عليه. دونك تحبهم فوالا تحب تعمل تخوض نحب نعمل لي كافر. انا مثلا شو تربح بيهم؟ الحمد لله يا ربي معناها انا ما كيفاش باش نغني اوكسيدونتال سامحني مالا. انت تلقى ما عندناش الكلمه ما عندناش ما عندناش شكون يكتب ويعمل حاجه اوكسيدونتال. اي دونك انا ما عندي حتى غوفيج وحتى حاجه تخليني باش نوصل صوتي في الاوكسيدونتال اللي انا نعمل فيه حاجه كافر. وفما فنان اسمه بوي سافوني يعني معروف على الاخر يعمل كان في ليكا تبدا عامله جو وشيخه. هذه شيختي نتاعي انا معناها هذه الحاجه اللي انا نعمل بها جو. والعائدات نتاع الاشهار اللي تجي مثلا تمشي لل والله انت ولا غنيه هكاك فما فما مفاهمات توا باغ اكزومبل انا عندي شبكه مصحه مع اصحاب الاغاني الاصليين راهو انا هذا اللي في بالي بيه. شنو؟ تمشي عائدات المولى الاحسن. اي اما شوف فما اتفاقات يصيروا ما بينات ساعات الديجيتال ديستريبيوشن ما بيناتهم تنجم ساعات طبعا اكزومبل الاغنيه هذيا العائدات ماهيش مشيت له معناها فهمت ماشي لك انت نورمالمون. فما اتفاق دونك يصير اتفاق تتحل المشكله. فوالا هكاك معقول خاطر بقيتو كافر ما سرقتيش الاغنيه نتاعي. لا 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 حتى واحد ما قال لك سرقت ماك تعرف شو النباره في المجال نعرف موجوده ديما أمانة حاجة أي. فرحانة بها وبرودوي فرحانة بها على الآخر إن شاء الله يلقى نجاح اللي أنا متصورته. ماي نعرفوك فنانة صوتك حلو وإحنا نحبوا نعرفوا جوانب بخرى من حياتك مش نتعرفوا عليك أكثر ونعملوا انترفيو صحيح وإلا غلط. يا ماي صحيح وإلا غلط مع مايا صحيح ولا غلط ما كنتش عاقلة وأنت صغيرة وعملت برشا عمايل صحيح اش عملت؟ كنت هيجة على الاخر عامله منها ماهي بكبار لا اول حاجه ما نحبش القايله ديما امي تحب تخليني نقيل ولا ما نحبش ونغفلها ونفسع من الدار ونمشي للنهج اللي ورا دارنا اللي ممنوع عليا باش نمشي له نمشي نلعب مع ولاد الحومه مش مع البنات مع ولاد الحومه خاطر كي كنت صغيره كنت يسر برشا امك تي تعاقبني خاطرني مروحه كل مره نروح طايحه يا طايحه من بوتو يا يا مازال قبل بسكليت وقتاش عقلت وقتاش عقلت وقت اللي وقفت الباسكيت فانا عام قداش عمرك وقتها؟ انا عمري وقتها 23 23 رد عندي 10 سنين ملي رجع ولا عندي عقل صحيح ولا غلط كيف كنت صغيره زاده ما كنتش تحب تلعب كيما البنات ديما تلعب العاب الاولاد او الزربوطه او البيسه او البسكليت صحيح علاش؟ علاش تحب تلعب كيما الاولاد؟ ما نعرفش شبيها الدميه؟ شبيها العروسه الصغيره؟ كنت العرايس كنت كسرها مقبل علاش؟ ما نعرفش هكيكا ما يعجبوني الالعاب نتاع الاولاد خير يعجبني الزربوط ويعجبني البو
كنت بس كلمني وفما لعبة أخرى زيدة هذيك عرفتك لعبتها هذه شلية قولي طبعا أكل الأوراق اللي نعملوا بهم ملف نتاع الحيوانات مش كلنا نكليهم مع الحيط ونفخوا عليهم كليهم مع الحيط ونفخوا مش تكلفوا هذيك كنت نلعبها زيدة نربح برشا هاو أسد هاو نمر هاو وتبدا رزينة هي الورقة رزينة اشري لي باش نعمل ملف وانا نكذب تجي نلعب معاهم وتبدا الورقة رزينة ولازمك تنفخ مليح باش تتكلم اي ولا كانت عندي نفخة هايلة صارت لك حاجة بالبسكليت تتفكرها؟ نتفكرها صار ذي ما نعرفش كاين ولد خالتي تذكرها ولا كاين عندي خالتي هو مازال موجود توا ما قبل كنت نحبه برشا عرفت كل لي دول نتاعي وكل ما يجي يطلع علينا كلي نفرح على الاخر وقتها عملتها عمري يظهر لي 6 7 سنين وانا مازال كي باخذ لي بسكليت موتون بايك نذكرها كيما تو موتون بايك اوكي هكا موتون بايك موتون بايك جو سي با كومو موتون بايك اي موتون بايك حق موتو وفما كاميونه فانا ما عنديش الحق نمشي في كياس بها خاطر مازلت قاعده نتعلم دونك نمشي على الميده كنلعب فما كاميونه قاري على الميده وهو نشوف فيه ولد خالتي جاي معناه في النهج فرحت انا يا انا قلت كي ونسيت الفرانات قعدنا مش دف دخلت الكاميونه كي دخلت الكاميونه بول البسكليت مشيت على روحها ولا وجهي ولا دوبتات وكا ممنوعه وقتها ما عادش اسوق بسكليت ستر الكرم صحيح ولا غلط عملت حادث مرور خطير فقدت به الذاكره اي صحيح وقت ايش صار عام 2012 ماشي انا صغيره هذه هذه عام 2012 اوكي صارت وين وكيفاش؟ ولا جاتي هذيك الكوزينة ما وخطيبة مروحة أو وقتها أول سواغي معناها أول ما بديت نخدم كنت عندي سواغي باغ سومين نذكرها بالجمعة حسيت وقتها مروحة ومعناها الخطيب كوزينتي وقف باش يتفقد الكرهبة على طريق المنطقة تاع العوينة الكياس حسيت له غاديكا جاي باش يتفقد فما واحد متعجب كرهبة إني تي با كونسيون معناها سوق أبارامون فهمت دخل فينا احنا على الميدا دخل فينا انا مش لقت كان بحاجة عام انا ركبة متالي سمعت كان ضف وكرهبة تحت في الهفوف كنال هذيك كنال ما ناش لقت كان كيخرجونا من الكهرباء وانا من قوه الفجعه خايفه من امي خايفه من امك نروح بيا للدار بيان سور روحت للدار معناها انا ماني مذكره حتى شيء معناها نحب نتذكر انا شكون وانا علاش نخرج في الليل الحاله هذيك وشاده في دي تليفون مذكره كان نمرو صاحبتي نطلب فيها نقول لها يا اخي انا علاش نخرج قداش قعدت في الحاله هذيك لا ما 72 ساعة هكاك وبعديك وبعد رجعت لحالتك الطبيعية لا بعد رجعت سترك ربي سيتي مومونتاني كهو صحيح ولا غلط علاقتك بوك كانت باردة ورجعت بميساج منه اعطيني اللافتة صحيح ولا غلط صحيح بابا نحبك برشا صحيح بابا توا في العمرة نقول له ان شاء الله ربي يتقبل ربي يفضلهولك لا كانت باردة في هاوك نحبه برشا أحلام اي بحكم شويه خلافات معناها هو وامي كانوا فهمت منفصلين ومنطلقين مش سيباري ماهوش مطلقين اي سيبا سيباراسيون ما دونك منفصلين بون محل ما نحبش نحكي عليهم حكايات مي باش نحكي مش معناها علاقة باردة انا خديت موقف خاطر انا امي معناها فسر لك حاجة في اي كونديسيون اي واحد في بلاستي راجل ولا امراه باش يقف مع امه خاطر الام معناها باللي معناها ما عندهاش كيفاش باش تقاوم الدنيا وانا في الوضعيه ذيك لازم نكون مع امي دونك خذيت موقف خذيت موقف مش ضد بابا ما نكلمه اما قعدت نتغشى عليه متغشى عليه اما كهو تو واش بعث لك مساج واش قال لك في المساج؟ قال لي ريتك ترزا فرحان بيك برشا ربي يفضله لك يا لالا وربي يرجع سالم بالعمره وهيك العلاقه رجعت باهيه وشفناها معاك كيفاش مشى للعمره والبنيه راهي ديما قريبه برشا لبوها حتى ما تظهرش ديما قريبه لبوها اكثر من الام ليه نحبه برشا انا مش معناها نقولوا ان شاء الله ربي يتقبل ما نكش على كون سامحتني على البريود اللي ما حكيتش فيها معاك اي سافو اريفي في الاخر باهي صحيح والا غلط عندك فوبي من البلايص العاليه والسيوده شكون؟ اللافته السيوده السيوده صحيح ولا غلط؟ ليه السيوده نحبهم خاطر انا مربيه القطاطس دونك عندي كاينهم قطاطس كبار هذوك تخاف من البلايص العاليه صحيح نخاف من البلايص العاليه اي تحس بك الدوخه ما نعرفش مليانه كان عندنا سطح بلاش سور قبل
دونك تقدم دونك انت ساعات تقول لي انشر الصابون قعدت لي التراك هذيك توا كي نطلع بلاصه هكايا عاليه حتى كي نسيكوريزي نحسك الرحشه كان هذيك نعرفك خويا وانا كنت صغير قنطره ما نتعداش فوقها ما نجمش نعدي فوق خنطره انا باش باي دون باراشوت ما نعملهاش خنطره نتعدى لها هكا نحبيلها باش نمشي بلاصه عاليه اسمع علي لازمهم يهزوك لك البلاصه اللي في الشين هذيك فما هيك الجسر المعلق اللي بالبلار نحب نشوفك اش تعمل فما قهوه في تونس دخلت لها استنى فما قهوه في تونس دخلت لها عاملين لك البلار ما نعرفش درا شنو ما فقت كان الشيء واحد هبطوني طحت ديجا طحت في بلاصه بيت علي صحيح والا غلط تختبط الزواج قريبا جدا 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 ما عادش كنت فما عصفوره هايله خويا انستغرام يا فرامون والله هي اون فيت كلمه تخطب اللي هي ماهيش خطبه اي مش خطبه الخطبه الرسميه لتلبيسه الخاتم وقتش. ان شاء الله بعد سيزون تعصيف بعد سيزون تعصيف كان كتب المكتوب وهو ان شاء الله باش والله ما نحبوش نتصرف يا سيدي مبروك الف الف مبروك عايش اها و صديقي هذاك ربي يفضله لك يا لله عشير عمري نعرفه عندي برشا قديش عندك تعرف؟ نعرفه عندي 6 7 سنين قعدنا مع 10 10 قعدنا بريود قصة حب لا هو كان يحبني وانا ما نحبوش قعدنا 5 سنين ما ريناش بعضنا عاد تلاقينا بعد قبلته خدني الحنين خدني الحنين اكزاكتومون هو اغنية حب حياتي غنيتها ليه هو مال حب حياتي عمري عشيري هاي اللي هو نهو باه دونك العرس قلت بعد ان شاء الله الخطوبه بعد سيزون والعرس مازلنا ما قررناش الحق صحيح ولا غلط مغرومه بالباسكيت ولعبتها عمرك 8 سنين صحيح علاش ما كملتش في الباسكيت بابا منك منك باباتي كان ضد الغناء ما يحبنيش في الفن وما حبنيش في الرياضة على خاطر نقول لك حاجة ما نلومش عليه بابا حابني نكمل قرايتي ونكون عندي وظيفة إدارية كي العبيد الكل شهرية فيكس فهمت خاطر في نظر الرياضة مش باش توصل والغناء شنو باش تعمل بالغناء فهمت بحكم الخوف أما هو اليوم فخور بي هو اليوم فخور بيا خاطرني أنا جي بيرسيستي وبيرسيستي ووصلت الحمد لله ما زلت مغرومة بالباسكيت ولا؟ لتوا أمنيتي جربوا كمال ها؟ يلا نلعب لعبة التحدي الباسكت من ليكيب ناسيونال والملعب النابلي مرحبا بك نداء هاي سيدي نداء تاخو مكانها على اليمين وانت على اليسار باش ترميو الكلاسيك شويه انت قداش تحايل هذوك مبروك لاست مشكوره اسمعني مش نرد نرمي على بعض نرمي على بعض بيان سور كعبه بكعبه خلينا نبداو نحسبوا يلا نعملوا كونتر بور كعبه بكعبه هاي 3 2 1 توب هاي ندى مايا ليه هذا الدور ندى صفر صفر لتوا مايا وخارج على التالي ندى ارجع تاني ما يرجع تاني يا ولدي هاي ما حبتش هذي شنو هو؟ ويا ندى ندى لا اصفر مايا يا خبط ميل ماهيش نورمال ندى واحد مايا اصفر ندى فير مايا اصفر يا علي ما نجمتش والله قدم شوية مايا ندى ثلاثة شوية بركة شوية بركة بشوية ما زلت مرميت هاي يلا بسرعة بسرعة مايا ندى تسجل أربعة مايا هاي يا مايا اكبس هاي يلا مايا علي الفوق علي الفوق ندى خمسة يا مايا 8 سنين باسكيت يا مايا ما حبتش هاي ولا لا حبتش ولا مايا ندى ستة ولا ما غادي مايا ولا هدف واحد
واحد ستة واحد سبعة واحد مشكلة في الديستانس سبعة واحد نداء يلا نداء ثمانية مايا واحد نداء تسعة تسعة واحد زيد قدم يا مايا زيد نداء عشرة طيب انا غلبتني قدم شوية مايا مثال شاي 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 احداش نداء الهزيمة الساحقة هزيمة ساحقة لنداء مقابل مايا والهدف الثاني 12 3 4 تشنو مايا خمسة 12 5 13 5 13 6 14 6 14 7 14 7 15 7 15 16 نداء 7 مايا 8 نداء 17 انت عارف كعبه الكلاس نداء 17 هيا كمل كمل 17 7 نداء 18 نداء يعطيك الصحة مايا 7 أهداف يعطيك الصحة مايا أنا عجبتك كمان عجبتك بتاع الرجعة فطرحة ذيك الرجعة شيء كبير والله ما عندك ثلاثة أهداف سكسيسيف فما خدمة أخرى مع شاب بشير ونو عندي خدمة إن شاء الله قبل ما يفعل عام هذا تهبط قبل ما يوفر عام عندنا فات فكرة جون بيرمي باش نحكي عليها أي. هي الكمالة نتاع الحزار الكمالة نتاع الحزار فوالا بارتو دونك الحزار اثنين اش باش يصير؟ خليها مفاجأة خليها مفاجأة كليب صورة صوت وصورة وكلمات وكل شيء يعني قول لي مايا انت جديد بالاوكسيدونتال وتوا وتوا مازلت مغنية اوكسيدونتال مازلت تغني اوكسيدونتال لكن بدلت وليت تغني في برشا الوان توا حكم السوق شنو طالبة شو اللي خلاك تبدل؟ لو مارشي لو مارشي سكي طلبات الناس يعني طلبات الناس في لي سواري في العروسات مازلت نغني اوكسيدونتال في الحفلات تاعي الكل وتوا نموت على الاوكسيدونتال وروحي في الشرق يلا مايا نسمعكم انا في كوكتيل شرقي مع رجال الحاره مايا جنان وجوا حبك أسرن وعم كابر
عشينا المرقت فيها حر رمضة مش عم تزبط معي عشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي عشق غيرك الله مش عم تزبط معي عشق غيرك لا والله ومش عم تزبط مش كل غيرك تقول لا بعرف بإنك سكن عايش بروحي جنبك وجوا حبك أسر وعم كابر روح Oh!
مشيتها عم تحلى تنورتها طارت منها مواج البحر وجنت لما شافتها جديد في الصيف شو بتعمل؟ صيف صيف خدمة حق خدمة. ربي خاطر توا ما نكذبش عليك مهرجانات ولا حفلات خاصة عندي 3 بروبوزيسيون تاع 3 مهرجانات مازال علاش ما تقبلش؟ مش كيسيون ما نقبلش الدوسي معناها تقدم وكل قدمت سنة في الريبونس معناها هما اقتراحاتهم هما انا معناها عطيت الدوفي تاعي انا وفرقتي وكل كولابوراسيون مع بشير فيها وكل وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق دونتوري كان الحفلات الخاصه موجوده الحفلات الخاصه موجوده وان شاء الله ربي معايا ومع الفنانين الكل زملائي نتمنى لهم حظ سعيد السيزون هذه وش نقول لك بعد السيزون هذه ان شاء الله يبداوا لي برودوي عندي مع مريم جست نحب نعمل تحيه تفضل لسليم بوسعديه لاجون تاعي والاسيستون تاعي اللي هو ديما مرافقني ديما معايا ميرسي على المجهود نتاعو اللي عمل فيه ديما معايا يعطيك الصحه ميرسي ومدام ليليا بن عزيزه على كل شيء لالا مرحبا بك ميرسي انت على السيدة ان شاء الله النجاح ميرسي علي عايشك ترجع لنا وقت اللي تحب مايا سوزي بليزير تحيه كبيره لمايا يلا ماي مرحبا بكم الليلة في جو سافاري فواياج قبل ما نبدأ جو سافاري فواياج سفاري فواياج تنظم خلال صيف 2019 باقة كبيرة من الرحلات المنظمة حول العالم حول أكثر تقريبا من 16 وجهة عالمية منهم إسطنبول إزمير أنطاليا بودروم بداية من 1790 دينار في فنادق 5 نجوم و4 نجوم all inclusive القاهرة شرم الشيخ الغردقة الأقصر أسوان بداية من تقريبا 1890 دينار كيف زاد أيضا الفنادق من 5 نجوم all inclusive الدار البيضاء أيضا مراكش وطنجة تطوان شفشاون بداية من 1990 دينار 10 أيام بين ماليزيا وتايلاند بداية من 4880 دينار 10 أيام تقريبا بين أجمل جزر المالديف في فنادق 5 نجوم مع إقامة لمدة 3 ليال في دبي بداية من 4990 دينار أيضا 10 أيام في البرازيل بين الشواطئ يعني على الساحل كوبا كابانا ساو باولو بداية من 4990 دينار أيضا في أوروبا تنظم سفري فواياج واحدة من أشهر الرحلات البحرية كروزيير ستار أون بور على أحد أجمل المراكب الكبرى تبدأ من برشلونة إلى كان في فرنسا إلى جزيرة سردينيا بإيطاليا
وأيضا إلى جزيرة بالما دي مايوركا في إسبانيا، كما تشمل الرحلة سهرات في أكبر مع أكبر النجوم العربية. شكون هم النجوم؟ كاظم الساهر، نجوى كرم، شيرين، وليد توفيق، ملحم زين، أيضا مسك الختام. وفي إطار تشجيع السياحة الداخلية تنظم سفري رحلات كل أسبوع إلى جزيرة جربة، تشمل تذكرة الطائرة، الإقامة لمدة 5 أيام بداية من 980 دينار. وباش تفرح بالناس الكل، سفري فواياج تعمل تخفيضات توصل إلى 600 دينار للكوبل الواحد، أو تقسيط يوصل حتى 36 شهر. للحجز ولا استفسار يمكنكم الاتصال بالرقم على الرقم 20 113 ألف 20 113 ألف، وإلا تزور موقع الويب safarivoyage.tn، وإلا على صفحة الفيسبوك وإلا انستغرام سفري فواياج. تحية كبيرة سفري فواياج. نمشي مباشرة تشوفوا الديستيناسيون، الوجهة متاع الليلة، وين باش تمشيوا مع سفري فواياج. طب وجهتنا الليلة مع سفري فواياج في آخر حلقة من فكرة سامي الفهري، دبي، الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك ليلى. عايشك. اسم أختي؟ سمية. سمية مرحبا، قداش عمرك؟ 28. منين جيتنا ليلى؟ أنا في جربة نسكن. في جربة متزوجة؟ متزوجة، إيش تعمل في حياتك؟ شايف الدار. شايف الدار، مرحبا بك ليلى. اسمك أختي؟ أمال. قداش عمرك يا أمال؟ 38. 38، منين جيتنا ليلى؟ من حمام شد. من الحمام متزوجة؟ أي. أي سافرت قبل سمية؟ لا. سافرت قبل؟ لا. فرصة باش تشوفوا إن شاء الله ديستيناسيون مهمة اللي هي دبي. إن شاء الله. داكورد، ويلا نبداو بالأسئلة. السؤال الأول، ما هي الإمارة التي تحد مدينة دبي من الشرق؟ إمارة دبي من الشرق. أبو ظبي. ها؟ أبو ظبي. الإجابة خاطئة، إمارة الشارقة. طيارة سمية تقدم. السؤال الثاني، ما هي العملة في دبي؟ عندك سمية. الدرهم الإماراتي. الدرهم الإماراتي، والجواب صحيح. طيارتك تقدم مرة أخرى. يضر باش نكملوا بكري. السؤال الثالث، ما هو المركز التي تحتله شنو؟ دبي في العالم. كيش؟ السياحة. لا غلط. ما هو المركز الذي تحتله الإمارات عالميا؟ مرتبة ثانية. ها؟ مرتبة ثانية. غلط. المرتبة الأولى. طيارتك تتقدم أنت؟ عندك إجابة؟ المرتبة الأولى. المرتبة الأولى فيش؟ في مستوى شنو؟ خاطر ما كملتش السؤال. في مستوى جودة الطرقات. 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 السؤال اللي بعد، واللغة الرسمية لإمارة دبي عندك العربية. العربية. العربية، والجواب صحيح. تربح ليلى الفواياج إلى دبي. عايشك. هاي ليلى. شيكك. هذا مبروك ليلى. ألف مبروك سمية، فازت الليلة برحلة إلى دبي. سفاري فواياج، plus que 100 destinations à travers le monde. سفاري فواياج، numéro 1 des voyages organisés en Tunisie. رحلة إلى دبي ليلى، إن شاء الله مبروك عليك، يعطيك الصحة على المشاركة معنا. شكرا لك مدام. يعطيك الصحة ليلى. شكرا لك، بارك الله فيك. إلى اللقاء.